الحقيقة كيفاش جاب التفتح المغرب هو تعاون بين غزلان وأحمد سليمان باش يديروا دورة تكوينية للخبراء التجميل بالمغرب. نتمنى أنها تكون يعني هاد أنا بالعكس اللي خلاني أنني فعلا نحب الفكرة ونتبناها أنا ما نكرهش الدورات تكون على مدار السنة لأن عندنا طاقات وعندنا الحمد لله والمرأة المغربية جميلة فلما لا أننا تكون عندها دورة تكوينية وحتى هي تسقل هذيك الموهبة لأن دابا حنايا على المواقع الإلكترونية وتنشوفوا تبارك الله بنيوتات اللي تيقراو وعندهم طاقة وعندهم موهبة فلما لا أننا نتبناو هذه المواهب ونزيدوهم القدام. هاد الفكره ديال يعني نحضر ماستر كلاس هي كان بالنسبه ليا حلم والحمد لله خدمنا عليه ومساعده ديال العديد الاشخاص اللي اصدقاء ديالي مقربين جدا ساعدوني بزاف كالخبير العالمي احمد سليمان اللي كان من ضمن لي سبونسور ويعني العديد الاشخاص اللي الحمد لله كنبغي نشكرهم من هذا المنبر. ثانيا هاد يعني كيفاش جات الفكره ديال الماستر كلاس هو انني بحكم 11 سنه في الميدان ديال الاعلام دائما كنت نقدم يعني وصفات طبيعيه كنقدم الجديد في عالم المكياج فكانت عندي غيره للبلاد وغيره على هذا الميدان. حاولنا نركزوا خصوصا على المهنيين لي جون بروفيسيونيل اللي عندهم مراكز ديال التجميل لي ميك اب ارتست هما اللي يجيو يستافدوا من هاد الفورماسيون هادي باش يكونوا دائما اجور وباش هادشي كله لصالح المراه المغربيه او لصالح المستهلكه ملي تتمشي عند الخبير او الخبيره كتلقاها دائما عندها الجديد دائما عندها يعني اللي توجور على باج اللي توجور اجور دونك هذا هو الهدف من الماستر كلاس. التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.